نتيجة كان سعاد معانا شنو نتيجة؟ لا خطي على الكاريري نتاع بن شويخة نتاع طاهر السعاد من قبل بعدهم من قبل بعدهم يا اخي سعاد الوقت الشيء رجع معانا في حملة هو يمشي هو ما يتبادلوا معناتها يمشي ويجي وقتاش رجع سعاد معانا هو الفاضل بن حمزة عنده أكثر عنده برشا معانا به وأكثر واحد يتحمل مسؤولية اللي حملم فيها في الحالة اللي هي فيها تو هو فاضل بن حمزة واضح نحكيو شوية على المنتخب نحكيو كنت دولي عربي في المنتخبات الشبان كما حكينا قبيليكا لكن بعد ما شفناكش في السينيور بو ما انت في الليجيون الكل كنت دولي كنت نلعب بعد كي طلعنا للسينيور معناتها مع بلبولي خلوفي كسراوي معناتها كانت عندي حظوظ باش نلعب الله غالب كيما قلت لك ما مشيتش الامور كيما واحد خطط لها معناتها ما مشيتش الاولمبياد انت لا لا علاش وقتها؟ ما مشيتش وقتها في المنتخب كان جاسم الخلوفي جاسم الخلوفي هو اكبر مني وقتها معناتها انا مازلت ما نلعبش وقتها هو كان جاسم الخلوفي جارديان الاول جاسم الخلوفي وقتها قصراوي الثاني قصراوي وجابوا لكم فالي وقتها خالد فاضل خالد فاضل كان ما جاش خالد فاضل كنت تمشي انت كنت نجم ممكن نكون معاه غضبتك وقتها ولا عادي بالطبيعه تغيظك معناتها اي حاجه أي في كارير الملاعبي معناتها اي حاجه اي ايفينمون يفوت ويغيظ كنت تستحق تمشي والله في شو نقول لك كنت نستحق نمشي وكنت نستحق نلعب حتى فريق وطني فما دي مومو كنت فيهم انا معناتها الاول معناتها في تونس معناتها كنت فما دي مومو كنت نجم نلعب في برشا حاجه في برشا ماتشات وقتاش كنت تستحق تلعب؟ في 2007 كنت نستحق نلعب في المنتخب باهي نحكي راضي على مسيرتك اليوم ولا كانت تنجم تكون خير؟ كانت تنجم تكون خير لو كان لو كان اكثر حاجه انا لو كان ما تضربتش انا تضربت برشا ضربات هذوما اللي بليسير من عند ربي من عند ربي ولو كان اخر شنو؟ لو كان دمي بارد اكثر دمك سخون دمي سخون ما تشوفها لحد فوالا هكاك نرجعوا ما نحملش الظلم لا ما نحملش الظلم انا كي نتظلم نولي عبد اخر اي فوزي ما ظلمكش وقتها بردلتها معاه وانت لا قلت كلمه معناتها كلمه طايشه حاسبني عليها كاريري كامل هذه من الاغلاط اللي عملتهم في مسيرتك هكاو هذوكم في مسيرتي ما عنديش حاجه كبيره شنو حكايه الحلقه عربي؟ ولا هذيك معناتها كنا في عند خميس العبيدي سي خميس العبيدي مشينا ستاج ووقتها معنا لونترونور دوزيام اونترونور كان ماهر كنزاري فهمتني اي جاني في ستاج قال لي ما عادش نعيطوا لك هكا ما عادش تلعب في حملم انتم البرا في حملم في ملي جونر اي وديما هم نحاولي هم طردوني هم حملم في ملي صغيره كيك فهمتني ونحن البر كم فين انا في ايطاليا في ايطاليا خممنا قلنا خانا واحد اخر معناتها زوز اصحابي اخرين ما هما بطبيعتهم ما يلعبوش قال ليش ما نمشيوش نعملوا تيست نخرجوا نعملوا تيست ونعملوا شيء خلينا ستاج ومشينا وين قعدنا غاديك ما عملوش انا مشيت وقتها مشيت لفرنسا عملت تيست في كريتي هذا عمري 16 سنه عملت تيست في كريتي وتقبلت فيه علاش ما كملتش؟ ما كملتش وقت السي حمادي العطروس رئيس نادي تاع حملم جاني حتى لفرنسا وروح بيا غاديكا وقال لي علاش وترجع وانت ولدنا وانت درا شنو وانا هذيك وتقبلت فهمني والولاد اللي مع زوز صحابي معناتها اللي معايا رجعوا ما عملوش تيست ما كملوش خرجوا معايا ورجعوا اليوم كاور ولا ما كاور؟ يا احمد حران كاور احمد حران اي ونور جديد يكاور زاد حملم قصير شويه اي هذاك كاور في حملم كاور في جيبس اي مع بعضكم خرجتوا من الكبس خرجنا خرجنا لو كنت كملت غادي ما روحتش لتونس كانت نجم تكون مسيرة معناتها كان ممكن كانت نجم تكون مسيرة خير من هكا ندمت عليها ولا لا ما ندمتش على حد شيء واضح